وراسنا الغالي لينا حبيب بالدلوكة والحنة الحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة وراسنا الغالي لينا حبيب بالدلوكة والحنة والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة وراسنا الغالي لينا حبيب بالدلوكة والحنة والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة أبوك الليلة زينتنا بالدلوكة والحنة بعد بيها لمتنا بالدلوكة والحنة وخات الجبنة نادتنا بالدلوكة والحنة كبيرنا البيه وعزتنا وسط الجبنة واللمة غناي الليلة فيه مجال بالدلوكة والحنة الداير الفينا نقول له تعال بالدلوكة والحنة أسسوه ناس عزال بالدلوكة والحنة في الحقيقة تلقوا مثال وسط الجبنة واللمة عريس نربط له هلال بالدلوكة والحنة الأعمام مع الخيلان بالدلوكة والحنة يقوي لذا سار وسط الجبنة واللمة وراسنا الغالي لنا حبيب بالدلوكة والحنة والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا غنى السبات، البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك. ورمضان كريم على كل اللي بتابعونا وعلى كل اللي بيشاهدونا، ونحن بنستمتع جدا بمتابعتكم ومشاهدتكم لنا. اهلا ومرحبا بالضيوف اللي معانا في الاستوديو الليله، ونحن سعيدين جدا بوجودكم معانا. اهلا بكم. اهلا ومرحبا. طيب كما عودناكم انه نحن كل يوم بناتيكم بموضوع جديد في حلقاتنا، الليله حلقتنا دي عن الاماكن، والاماكن دي في شعراء كتير كتبوا عن المناطق اللي هم ساكنين فيها او احتمال كتبوا عنا عشان فيها ذكريات جميلة او كمان لجمال المنطقة. كمان في اغاني كتيرة يتغنت وفنانين برضو غنوا بالمناطق احتمال برضو لذكريات او لحاجة زي دي. نحن الليلة من خلال هذه الحلقة حنشوف كمان غنى البنات وعن المناطق والحاجة دي. وكمان عندنا الليلة فنانات جميلات، زبيدة الانقاذ، سهرة مدني، درية الشرك، وجدان الملازمين. نحن لو لاحظنا لحاجة انه كل واحدة فيهم اسمها مقرون باسم منطقة، ما عارفين انه الحاجة دي بترجع لشنو كده. خلونا نقف في الحتة دي شوية، واي واحدة تكلمنا عن انه هي اللي غرنت اسم منطقة او حتة باسمها المناسبة شنو. اول حاجة بقول لكل مشاهدين قناة الغام، رمضان كريم عليكم على الأمة الإسلامية. وثاني حاجة يعني زهرة مدني ارتبط بي من مدني، لأنه أنا من مدني ولاية الجزيرة، وزي ما بيقولوا سمعني اللي هو الجمهور. نعم. ومن هنا انطلق اسم زهرة مدني. نعم. زبيدة الإنقاذ. أنا والله المنطقة باسم المنطقة، أنا يعني المنطقة ساكنة فيها الناس يعني بيقولوا لي زبيدة الانغاز. انا اسمي زبيدة عبد الرحمن، لكن منطقتي الانغاز. على كده صار الاسم. ايوه، لو ما قلت زبيدة الانغاز ما في زول بيعرف. اشتهرت بالاسم. ايوه. نعم. يعني الناس الاسم شنو. نعم. وجدان الملازمين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء احيي جميع مشاهدي قناة انغام. وطبعا زي ما بقولوا انا وجدان الملازمين. اول حاجه الاسم ده انا ما اخترته لنفسي، انا ساكنه بيت المال، مولوده في بيت المال، متربيه هناك. فبس يعني كان ايام ما بديت كده شفت الجرايد بتكتب وجدان الملازمين وجدان الملازمين، فبعد فتره عرفت انه دي انا. لكن اصلا انا ما عرفتي انهم كانوا بيكتبوا كده ليه ولا المناسبه؟ والله ما عارفه لغايه هسه انا الاسم ده انطلق علي ليه انا ما عارفه. وسار على كده علي؟ وسار علي يعني هسه اي زول بيقول. لكن انا اصلا من بيت المال، مولوده في بيت المال، مربيه في بيت المال. لكن طبعا اصلا يعني بيت المال والملازمين كلهم جنب بعض. جنب بعض. ايوه. طيب نشوف درية الشرك كمان برضو، هي درية واخترم باسمها الشرك كده. كلمينا شويه عن مناسبه الاسم. والله انا ما حازيد اكثر من كلام اخواتي اللي قاعدات دين. برضو ارتباطي باسمي ارتباط منطقة اللي هو أنا من شرقي مدني. سهر مدني. نحن عايزين نعرف في فنانين كتار غنوا لمناطق مختلفة وغنوا لأكثر من أماكن كده، أديني فكرة شوية عن الأغنيات دي زي شنو يعني؟ طبعا
طبعا كثيرين من غنوا للمناطق يعني عمالقة قبالنا، ناس المساح، ناس ابو داوود، يعني كل العمالقة غنوا للولايات او مناطقهم جو مارين بيها. نعم. فنتمنى احنا برضو نضع بصمتنا انه نضع حاجة في غنى البنات ان شاء الله يا رب في غنى البنات. نعم. نتمنى ذلك. اضافة لكلام زهرة، الشاعر لما نكتب عن المنطقة ما ضروري يكون ساكن فيها، ممكن تكون جمال المنطقة. ايوه ممكن تكون برضو في يعني ذكريات مش حتة. ايوه الشيء الجميل يعني بخليك دائما تكتب فيها. نعم. طيب احنا عايزينك يا زهرة مدني تقومي تدندني لنا شوية كده بحاجة عندها علاقة بغنى المناطق. ممكن ندندن لك بحاجة صغيرة كده، مطلع صغير، كلمات والحان أبوي سات عيسى تبحراس، وعبركم بقوم بقول له رمضان كريم عليك إن شاء الله يا أبوي، ويديك العافية إن شاء الله يا رب. ربي يديه صحة والعافية. آمين يا رب. إن شاء الله بتقول الدرة وجميلة يا سيد السماح يا روعة وأصيلة يا مدني جميلة يا درة وجميلة يا سيد السماح يا روعة وأصيلة يا مدني جميلة فيك الحسن رائع وجمال الطبيعة عقدك من جناين وحنتو بالوديعة يا مدني جميلة الدرة وجميلة يا سيد السماح يا روعة وأصيلة يا مدني جميلة. زهرة بدني السر في إنه تتكتب أغنيات كثيرة لمدني شنو؟ برضو في أغنية قلت لي مدني الجميلة مدني يا أجمل خبر، وكثير من الأغنيات اللي اتكتبت في مدني وأنت قاعدة في مدني، السر في كده شنو؟ أنا أقول لك مدني جميلة. لا جميلة بيناسة. بعدين ما ننسى إنه مدني فيها مدني النحلي وفيها كبار الفنانين. نعم. وفيها زي ما قلنا قبل كده فيها العمالقة. هي نعم. هي يعني كده بتنبع فن زي ما بقوله. أيوة نعم. نعم. طيب حتغني لنا شنو في الحلقة دي؟ غني كلمات والحان الأستاذة الرائعة إخلاص الدوم أم أحمد.
آدم الحب رضينا الله وهب عليا بآدم الحب رضينا الله وهب عليا قلوب صافية وحنينة حرام تصبح حزينة الله نور عينيا غدا عروق زيد عليا الله نور عينيا حكم السنين تجري الله غاب عليا عذاب لو تدري الله غاب عليا بحكم السنين تجري الله غاب عليا بعذاب لو تدري الله غاب عليا انا نظرت في امري وانا راضية بغدري نور عينيا غدا عروق سيد عليا الله نور عينيا زيد علي يا الله علي أقدار وجسد علي يا الله نور علي أقدار وجسد علي يا الله نور علي أقدار وجسد علي يا الله نور علي أقدار وجسد علي يا الله أقدار وجسد علي يا الله أقدار وجسد علي يا الله وعليا أقدار وجسد علي يا الله أقدار وجسد علي يا الله أقدار وجسد علي يا الله نور عيني. بيتواصل معكم مشاهدينا في كل مكان و رمضان كريم على كل اللي بتابعونا ولكل اللي انضموا لنا كمان للمشاهدة والمتابعة مرة تانية. وكان الملازمين نحن عرفنا انه اسمك مخترن بالملازمين، الحاجة دي بتضايقك ولا حاجة عادية؟ والله ما بتضايقني حاجة أكثر من عادية، لكن بس مضايقة أهالي منطقتي، يعني ناس بيت المال محتاجين محتاجين. هاي نعم أنت يعني إحنا ربيناك وقعدت معانا وأعتقد تسمي ناس الملازمين وما احتمال يكونوا ما قدموا لك أي حاجة ولا أساسا أنت ساكنة فيها. نعم طيب حتغني لنا شنو في الحلقة دي؟ أنا حغني بلالة نادلية الريد قد سمعيني. طيب نسمع ونتواصل. Thank you.
يسري ويشتغل يكتب صلاح بكرة أنا ما بدور غيره قريت قسم نادوليا إلا علينا نادوليا قريت قسم يا عيني وجدان. واكيد الليله ما قصرتي مع ناس ام درمان كلهم ما الملازمين بس لازم وبالذات بحيي ناس بيت المال نعم لهم التحيه ان شاء الله توصلهم كل سنه وهم طيبين ورمضان كريم عليهم. دوري الشركه نحن عايزين نعرف اللي بيتحكم في نشر الاسم منو او اللقب انتوا ولا الجمهور والمعجبين ولا منو اللي بيقدر يتحكم في الحاجه دي؟ الجمهور ما هم المعجبين ذاتهم اصلا فالجمهور على اساس المنطقه اللي انت ساكنه فيها بصفوق بكده لأنه المنطقة قد تكون فيها يعني خمسة ستة درية نعم. الفنانة بتكون الوحيدة لبيناتهم بيقوموا بفرزوها مثلا دي درية الشرك ساكنة في المنطقة دي. الجمهور هو اللي بيديك اللغب وهو اللي بيسيره ليك وهو اللي يعني بيدعم المسألة وبينشر اللغب. نعم طيب كده نقف شوية في حتة الشرك احتمال في اختلاف شوية في العادات وفي التقاليد في الشرك كلمينا شوية عن نشأتك في الشريك وبيئتك كفنانة وكذا كلمينا شوية عن الحتة دي. طبعا في ناس بتعتقد اني انا من الشريك من كسلة او بورسودان انا ما من انا من شرقي مدني نعم. يعني انا اصلا من مدني فمدني باعتبار لولا مديرية اللي كانت العاصمة يعني زيها وزي اي حتة حضارة غنى يعني انا من قمت مشبعة بالفن وأنا أصلاً من أسرة رياضية فنية نعم. يعني الفن لقيته في دورة مدرسية ولا في مدرسة أنا قمت مشبعة بالفن أصلاً نعم. يعني تراثي من حبوباتي من ما قمته نعم. فمدني معروفة يعني بلد الفن والجمال والغنى والثقافة نعم. طيب حتغني لنا شنو في الحلقة دي؟ حغني لمنطقة غير حقتي وهي أم درمان. المناسبة شنو خلتك تغني لأم درمان وإنت من الشريك؟ لأن أم درمان ناس طيبين أم درمان الحضارة أم درمان الإرث أم درمان مهما يعني أبحرت في الكلمات في تجميل أو تغييم أم درمان ما بقدر أم درمان المهدية أم درمان أصالتنا أم درمان أي شيء في أم درمان. نعم طيب حنسمع شنو؟ نسمع سيد الناس زاني تراث وتعديل الكلمات حقتي. نعم نسمع ونتواصل. سيد الناس زاني سيد الناس زاني سيد الناس زاني سيد الناس زاني
الوطن ام درماني سيد الناس زاني سيد الناس زاني سيد الناس زاني جميل وطن ام درماني سيد الناس زاني طريقي بيتنا
الناس زاني سيد الناس زاني الناس زاني الناس زاني سيد الناس زاني جميل وطن الدرماني سيد الناس زاني. جميل جدا دري الشرق، استمتعنا جدا بالأغنية معاك أكيد ومع المشاهدين كمان، ورمضان كريم لكل انضموا لنا من جديد للمتابعة والمشاهدة. زبيدة، في أغنية مشهورة شديد عايزينك تكلمينا عن مناسبتها، أم درمان لذيذة خلاص. أم درمان لذيذة خلاص الفكرة حقتي والكلام كلمات الشاعر الجميل أمجد حمزة، بقول له من هنا رمضان كريم وكل سنة وإنت طيب. طيب بنتي، الفكرة جاتك من وين والحاجة اللي خلتك أساسا تقولي كده شنو؟ والله أنا أغلبية شغلي في منطقة أم درمان، يعني عربيتي دي لو دورتها تمشي بشارع الوادي، تمرق من الوادي تخش بالشنقيطي تمشي برا أم درمان المسالمة وبيت المال أم درمان كلها يعني الفتيحات غير فريس يعني أغلبية شغلي. نعم. طيب ما تدندني لنا منها شوية كده. الغنية بتقول أم درمان لذيذة خلاص أنا وين يا ناس وريقة وحنان ودلع أنا وين يا ناس للسكن وبيت المال أنا وين يا أنا ليا في ما مال بروف بيود عمال أنا وين يا ناس أم درمان عظيم وخلاص أنا وين أرواحنا حساسة وخباية دساسة البية ما حاسة الموردة وناسة. كلامه جميل لكن حغنيها في الحلقات الجاية إن شاء الله إن شاء الله. طيب حتغني لنا شنو هسي؟ هسي حشتغل لكم سيرة تراث بريدك والله زي عيني وين يا سادة سمحة زي. نعم نسمع ونتواصل. أوكي. بريدك والله زي عيني يا وين يا سعد سمح الزين بريدك والله زي عيني يا وين يا سعد سمح الزين تقوق عذابي يا وين يا سادة سمح الزين ريح الخيزران يا وين يا سادة سمح الزين وما تقوق عذابي يا وين يا سادة سمح الزين لو في الدنيا موجود حي مصير الحي بلاقي الحي وين يا سادة سمح الزين بريدك والله زعيني وين يا سادة سمح الزين والله والله شديد وين يا سعد سمح الزين حبي كل ساعة بزيد وين يا سعد سمح الزين وبريدك والله والله شديد وين يا سعد سمح الزين حبي كل ساعة بزيد وين يا سعد سمح الزين حبي كل ساعة بزيد بريدك زي صباح العيد وين يا سعد سمح الزين بريدك والله زي عيني بريدك يا سليم الذوق وين يا سادة نار الفرقة ما بتروق وين يا سادة بريدك يا سليم الذوق وين يا سادة نار الفرقة ما بتروق وين يا سادة بدينا القهوة بالشوق نحلي في يوم الفوق وين يا سادة سمح
شوف حزي فريدك والله زي عيني وين يا سعد شوف حزي فريدك ريد وما في نقاس وين يا سعد وين يا سعدة بريدك ريدة ما في نقاس وين يا سعدة لأنك تزول حساس وين يا سعدة مالك لأبي والإحساس هواك ما خلى لي انفاس وين يا سعدة سمح الزي بريدك والله زي عيني وين يا سعدة سمح الزي خيزر قنني وين يا سادة وباحت قوق عذاب اللي وين يا سادة بريع الخيزر قنني وين يا سادة وباحت قوق عذاب اللي وين يا سادة قالوا في الدنيا موجود حي مصير الحي بلاقي الحي وين يا سادة سمح الزي بريدك والله زي عيني بريدك والله زي عيني وين يا سعد صبح الزي بريدك والله زي عيني بحبك والله زي عيني وين يا سعد صبح الزي بريدك والله زي عيني وين يا سعد صبح الزي بريدك والله زي عيني وين يا سعد صبح الزي بريدك والله زي عيني وين يا سعد صبح الزي بريدك والله زي عيني وين يا سعد صبح الزي جميل جدا زبيدة إنغاز وأكيد استمتعنا جدا بالأغنية اللي قدمتيها لينا وتحية ليك مرة تانية وتحية لضيوفنا كمان اللي كانوا معانا في هذه الحلقة وأكيد وصلنا لختام الحلقة الليلة لكن أكيد حنتلاقى بكرة في نفس الموعد وموضوع جديد كما عودناكم ورمضان كريم من جديد لكل المشاهدين ونقول لكم خليكم منتظرين لحد ما ألقاكم بكرة في أمان الله راسنا الغالي لينا حبيب بدلوك والحنة الحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة راسنا الغالي لينا حبيب بدلوك والحنة والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة راسنا الغالي لينا حبيب بدلوك والحنة والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة أبوك الليلة زينتنا بدلوك والحنة قاعدة بيها لمتنا بدلوك والحنة وخات الجبنة نادتنا بدلوك والحنة كبيرنا البيه وعزتنا وسط الجبنة واللمة غناي الليلة فيه مجال بدلوك والحنة الدائرة الفينا نقول له تعال بدلوك والحنة أسسوه ناس عزال بدلوك والحنة في لحقيقة تلقوا مثال وسط الجبنة واللمة عريس نربط له هلال بدلوك والحنة الأعمام مع الخيلان بدلوك والحنة يرتقوا إلى ذا سار وسط الجبنة واللمة